السلام عليكم الدراري، كنتمنى تكونوا بخير، الصحه ديالكم مزيانه، كلشي هو داك. فهاد لا فيديو عندنا اخبار واعره وجميله جدا بخصوص عديد من لاعبي المنتخب المغربي، امرابط، زياش، الزروري والمزيد. نبداو بالتفاصيل. اولا نبداو ومبروك لاعبنا المغربي شاب الزروري اللي صعد رسميا بعد الفوز اليوم مع بيرنلي ضد ميدلزبرا بجوج مقابل واحد. لاعب المغربي انا الزروري حوالي 55 دقيقه، وبالتالي ضمنوا الصعود ديالهم البريمير ليغ الموسم القادم ان شاء الله غادي يكون حاضر وغادي نتفرجوا فيه. هو اللاعب نيف اغرد ايضا مع ويست هام. بالنسبه لامرابط الخوش، صحيفه سبورت كاتالونيا والمقرب نادي برشلونه كتقول سفيان امرابط ما زال يحلم باللاعب في برشلونه، النادي يبحث عن لاعب بخصائصه وسيتحرك لضمه بالصيف القادم. بالنسبه لي الخوش انا امرابط خيار ناقص بالنسبه للبارسا. علاش؟ عندهم لاعب كيسي وعندهم بوسكيت يقدروا يشدوا مع العقد، وايضا كان ديونغ وهادو كامل كما كنعرفوا راه كيلعبوا كاسو، رغم ان ديونغ يقدر يلعب 8 وغافي وبيدري طبيعة الحال 8 ولا 10، لكن بالنسبه ليا ما حد كيسي وبوسكيت باقيين كاينين في البارسا، الا مشى تما غادي يقدر ما يلعبش كاساسي دائما. وندوزو للموضوع المهم بخصوص حكيم زياش. بعد ما تم الاعلان على لومبارد مدربا رسميا في نادي تشيلسي لما تبقى من هذا الموسم باش يقلبوا الاداره لفتره مناسبه وبطريقه اللي سلسه على مدرب جديد اللي يقدر ينجح معاهم في المستقبل، عين لومبارد اللاعب السابق والمدرب الحالي. بحيث حسب صحيفه ديلي ميل قالت عوده لومبارد قد تكون سيئه لزياش وهافرز وجيده لكانتي وماندي واخرين حول فرص لعبهم مع تشيلسي. وفي نفس الوقت قالت صحيفه اخرى اللي هي صحيفه موندو ديبورتيفو الاسبانيه فان عوده لومبارد ستمنح زياش دفعه معنويه، فرغم صعوبة الاعتماد عليه كرسمي إلا أنه سيستفيد من فرص لعب مباريات أكثر بالمقارنة مع ما كان عليه مع بوتا. وفي الوقت الذي سبق للاعب المغربي أن فكر في الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية بعدما كان قريبا من انتقال صوب باريس سان جيرمان قبل أن تتعثر الصفقة في آخر لحظة. يعني أنا عندنا جوج صحف، واحدة من إنجلترا كتقول العكس وواحدة من إسبانيا كتدعم هذا القرار هذا. بالنسبة لي أنا مع موندو ديبورتيفو، علاش؟ لومبارد هو اللي كان جاب زياش لتشيلسي وعارف الإمكانيات ديالو وكان ديما كيلعبو أساسي، لكن بعد ما تصاب حكيم زياش ملي رجع لقى توخيل تما بدات المصاعب، وايضا مع بودر كما شفنا، لكن مع لومبارد حتى ما لعبوش وما تعملش ليه كاساسي غادي يعطيه دقائق حيت عارف القيمه ديالو وعارف شنو عنده. وايضا رغم اللي كان لومبارد العام مدرب ايفرتون كان بغى ينتدب زياش لكن ما بغاش اللاعب المغربي، ومن الاقدار رجع لفريق تشيلسي لومبارد، وبالتالي غادي يعاود يدرب حكيم زياش هو اللي كان سبب بانه يجي لفريق تشيلسي. يعني ثلاث سنوات حاليا قريبة تكمل في الصيف بالنسبة لحكيم زياش، سواء تألق ولا ما تألقش خاص يخرج من الدوري هذا، وبالضبط مع فريق تشيلسي اللي ما كيعرفش الأهمية ديال اللاعبين المواهب كما كان طلال دي بروين وصلاح ملي خرجوا من تشيلسي، راه شفنا فين وصلوا. وواحد القضية الخوت راه خبر صار مزراوي رجع للتمارين وتدريب بايرن ميونخ مع المدرب توخيل بعد ما كان عنده واحد الوعكة صحية طارئة خلته ما يلعبش في كأس ألمانيا اللي تقصاو منه. هذا ما كان أخوت وتهلاو لي فراسكم.